ونرحب بضيفنا في الاستوديو السيد ايمن كابلي المدير التنفيذي لستارت اب سنترال لتوصيل وتمكين مجتمع رواد الاعمال بالامارات. اهلا وسهلا بك معنا في برنامج اليوم. ليتن دعنا نتحدث عن مفهوم رواد الاعمال وكيف استطاعت البيئه الاقتصاديه الحاضنه في الامارات ربما تنميه وتدعيم هذا المفهوم اكثر. فصراحه رياده الاعمال هي يعني هو هذا اتجاه المستقبل. فيعني احسن تعريف ليها انه رياده الاعمال هي المخاطره وعدم اليقين في ابتكار وابتداع اساليب عمل جديده وافتتاح عمل جديد من هدفه انه طبعا العائد والفائده للجميع. فالبيئه الحاضنه الاقتصاديه في الامارات وفي الخليج في السنتين الاخيره هذه تبنت هذا الموضوع ولاحظت انه هذا اتجاه للمستقبل، وانشات العديد من المبادرات والحاضنات الاعمال، مسرعات الاعمال، هذه الاماكن التي ظهرت في خلال السنتين الماضيه لتمكين هذا الاتجاه مع الشباب. وطبعا احنا نفسنا في مجتمع ستارت اب سنترال نساعد على توصيل ودعم رواد الاعمال وتوصيلهم مع المعلومات والوسائل المناسبه لهم ولدعمهم في نمو الاعمال. لعله كما ذكرت استاذ ايمن يعني التركيز ربما في السنوات الاخيره في مجال رياده الاعمال منصب بالفعل على الشباب، لماذا برايك الشباب بالتحديد؟ طبعا فئه الشباب كما نعلم انه في الدول العربيه وفي الاونه الاخيره يعانوا من نقص في الوظائف، وظائف التقليديه في الشركات. مع التغيرات الاقتصاديه والتغيرات العالميه السياسيه، فطبعا الشباب هي اكثر فئه متوجهه الان الى ابتكار وسائل جديده لنفع ذاتهم ونفع أسرهم وللخروج عن النطاق التقليدي، خروج عن نطاق التوظيف التقليدي. فطبعا فئة الشباب هي لديها الحس التكنولوجي يمكن المستقبلي أكثر، وكمان الوقت والدافع من داخلهم لإنتاج أشياء جديدة إنشاء أعمال يعني مفيدة لهم وللمجتمع. الابتكار كذلك. الابتكار طيب، ما هي أبرز الإنجازات ربما الريادية في مجال الأعمال التي حملت بصمات شبابية أكثر في منطلق من منطلق المشاريع التي قمتم بها؟ والله الآن أنا بحكم يعني وجودي في هذا المجال أشوف العديد من الإنجازات وأشوف العديد من التطورات، أحضر عدة فعاليات وأشوف فيها أنه الأفكار اللي تنتج عن الشباب العربي في كافة الدول وبالذات هنا في الخليج في مجال التطوير التكنولوجي، في مجال التقنيات الحديثة، الروبوتك تكنولوجي فور اكزامبل، يعني مثلا الارتفيشال انتليجنس، موبايل ابلكيشنز. فالاتجاه يعني صار اكثر في اتجاه هذه التقنيات لمعرفه الشباب بامكانيه النجاح في هذه التقنيات حول العالم. يعني لو ننظر للمثال الناجح في بعض الدول الغربيه مثلا في اوروبا، في امريكا، في سيليكون فالي، هذا هو المنهج المتبع. ولذلك قام يعني بنقله هون في العالم العربي. طيب استاذ ايمن، يعني هناك بالتاكيد يعني الموضوع ليس سهل للغايه، هناك بعض العقبات التي تعترض الشباب بالتحديد شباب ريادات الاعمال. هل العقبات في البدايه ام في التمويل ام في التسويق؟ كيف تراها انت؟ اوكي. والله كل هذه عقبات، كل هذه تعتبر عقبات حقيقيه وواقعيه في تواجه الشباب العربي. فالبدايه نفسها وانه الشاب يكون عنده الشخصية القوية أو الدافع، الشجاعة، المخاطرة لكي يبدأ عمل جديد، هذا شيء. الشيء الآخر موضوع التمويل، مثل ما قلت هذا يمكن يعتبر من أكبر عقبات في العالم العربي، أنه التمويل ليس مركز يعني بشكل كبير إلى الآن على المشاريع الصغيرة. هناك تمويل كثير يحدث في منطقة الخليج، معظمه مركز على الأعمال التقليدية، مثلا العقار، المؤسسات التقليدية، التصنيع. ولكن الأعمال الجديدة وأعمال التكنولوجيا بالذات لسه ما في اقتناع و يعني ثقة من المستثمرين بأنه هذه المشاريع تستحق الاستثمار فيها وأنه ممكن تؤدي إلى عوائد ونجاح. أوكي. وإحنا في مجتمعنا أجين اللي هو ستارت اب سنترال عندنا كمان موقع آخر اسمه إليفيتر، هذه المواقع تساعد على توصيل رواد الأعمال في المنطقة العربية مع المستثمرين في الخارج لإمكانية يعني ضخ الأموال في هذه المشاريع. والشيء الثالث أنت ذكرته موضوع التسويق، التسويق أيضا
يعني عقبة يعني تتحدى رواد الأعمال هنا، لأنه كمان التسويق يركز على الأعمال التقليدية أكثر. فنجد أن التسويق بالذات في الخليج العربي الدعاية والإعلان تكلف كثيرا، بالذات الأشياء الكبيرة أمام جميع الناس، مثلا في الجرائد، في الشوارع، في الشوارع. فهذه المشاريع الصغيرة ما يقدروا يدخلوا فيها إلى الآن. فالتسويق لازم يكون بطرق مبتكرة وطرق جديدة، ديجيتال ماركتينج، أونلاين ماركتينج، وورد أوف ماوث، يعني تناقل الكلام بين الناس. فيعني هذه هي اللي تفيد رواد الأعمال أكثر. طيب لدينا دقيقة، أريد أن أسألك عن أبرز ملامح التغيير خصوصا في التوجهات رواد الأعمال في الإمارات والمنطقة في ظل هذا التنوع الذي نعيش فيه، تنوع أجواء الاقتصاد، تنوع أجواء الاستثمار. نعم. كذلك أبرز ملامح التغيير هي التحرك من الأعمال التقليدية للأعمال التكنولوجية الجديدة. يعني كان في السابق ريادة الأعمال في العالم العربي معظمها افتتاح محلات او مطاعم او اشياء مثل هذه، وهذه طبعا التحدي الكبير انه هذه ما هي عالميه، ما يمكن واحد يبيع او يصل لكل العالم. لكن مع رياده الاعمال، الدخول في الانترنت وتطبيقات الموبايل وهذا، هذه ممكن توزيعها في جميع انحاء العالم، ممكن كسب الزبائن من جميع انحاء العالم. فهذا هو اكبر تغيير في الاتجاه في الاعمال الان. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أوكي. السيد أيمن كابلي المدير التنفيذي لستارت أب سنترال لتوصيل وتمكين مجتمع رواد الأعمال بالإمارات، شكرا جزيلا. شكرا، شاكر لكم.